يعطيكم العافية. أنا زميلتكم نسرين أبو سعدة من كلية الهندسة بالجامعة الأردنية، رح أكمل معكم شرح مادة الداينامكس. اليوم تقريبا هو آخر موضوع بتشابتر 12. موضوعنا اليوم Absolute Dependent Motion أو البولي سيستم اللي هو نظام البكرات. هلأ نظام البكرات ليش اسمه Dependent Motion؟ لأنه عندي مثلا لو طلعنا هاي الرسمة هون، البلوك A بتعتمد بحركتها على البلوك B، فمثلا لو هاي نزلت لتحت البلوك B رح تطلع لفوق، والعكس كمان صحيح، يعني لو البي نزلت لتحت الاي رح تطلع لفوق. هلا موضوعنا سهل بس هو شوي بخربط من ناحيه الاشارات، من ناحيه لما كيف نطلع هاي المسافات مثلا زي هون اس اي اس بي، بس في اساسيات معينه ركزوا معي فيها وان شاء الله انه ما بتستصعبوا الموضوع. هلا لو اجينا بدنا نطلع طول الحبل اللي بربط بين اي وبي، لو اجينا نطلع طول الحبل هذا ثابت، بس ايش اللي بتغير عندي؟ اللي بتغير اللي هو المسافة اللي تحركتها A والمسافة اللي تحركها B. يعني مثلا هون SA هاي لو A نزلت تحت SA حتزيد، لو طلعت لفوق حتقل، فهاي المسافة هي متغيرة. هلأ لو اجينا يعني عند تايم معين اجينا حكينا بدنا نطلع طول الحبل كامل، اول اشي اول خطوة لازم نعملها انه نحط ريفرنس نقيس منه. هلا الريفرنس هذا عاده بيكون مركز البكره الموجوده عندي، فمثلا زي ما انتم شايفين هون انا حاطه ريفرنس للاي وريفرنس للبي. هلا ليش في عنا تو ريفرنسز هون؟ رح احكي لكم كمان شوي. طيب هلا حطينا ريفرنس للاي، حطينا ريفرنس للبي، زي ما انتم شايفين انا افترضت انه هذا الاتجاه هو البوزيتيف بالنسبه لاي، وهذا الاتجاه هو البوزيتيف بالنسبه لبي. طيب هلا لو اجينا بدنا نطلع طول الحبل ال تي اللي هي توتال، يجي نحكي انه هذا الطول عند زمن معين هو عبارة عن الـ SA زائد الطول اللي هو باقي الحبل اللي ملفوف على البكرة هون CD LCD زائد SB بتساوي الـ L total. هلا لو اجينا اشتقينا هاي المعادلة هتكون عندنا DSA by DT، طبعا مشتقة بالنسبة للزمن، ليش؟ عشان يطلع معنا الـ V. اوكي هلا لو اجينا اشتقينا الـ L هاي هي constant، هاي المسافة هون دائما حتضل ثابتة ما رح تتغير، فلما اشتقها حتعطيني صفر. SB لو اشتقيتها بالنسبة ل DT حتعطيني VB، وال LT اللي هي total length حيعطيني زيرو، انه constant طول الحبل ثابت ما بيتغير. طيب هلا هون زي ما انتم شايفين اشتقينا بالنسبة للتايم، طلع عندي VA زائد VB equals zero. لو نقلنا الـ A على الطرف الثاني حتصير عندي VB بتساوي سالب VA. شو يعني هاي إشارة السالب اللي هون؟ إشارة السالب بحكي لي إنه إذا الـ A تحركت لتحت بالاتجاه البوزيتيف تبع الـ SA in the direction of positive SA اللي هو أنا فرضته إنه هو البوزيتيف تبعها، هذا الإشي رح يعمل لي إنه B حتتحرك بالـ negative SB direction. كيف؟ هلا لو نفرض انه الـ A نزلت لتحت، تمام، هو البوزيتيف بالنسبة إلي، فهاي حتطلع الكمية كاملة نيجاتيف اللي هي VB. كيف النيجاتيف؟ لأنه هاي نزلت هاي رح تطلع، فهي عم تتحرك بعكس الـ SB البوزيتيف اللي أنا فرضته. هون معنا هذا الحكي. طيب هلا لو هاي المعادلة رجعت اشتقيتها كمان مرة بالنسبة للـ T، فحتصير dVA by dt زائد dVB by dt equals zero. هلأ اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن بيعطيني الـ acceleration A، فهون عندي AA زائد AB equals zero. طيب هلأ لما أجي أحل أسئلة البكرات، أول خطوة بدي أعملها إنه أحط الرفرنس. طبعا الرفرنس له شروط، إنه يكون عندي رفرنس واحد بالرسمة، انه يكون عمودي على الحركة اللي بده يتحركها الجسم. تالت شغلة انه ما يكون عندي اكتر من ريفرنس الا اذا كانت الحركة باتجاهات مختلفة. كيف؟ هلأ في امثلة رح اوضح لكم اياها. طيب تاني شغلة لازم اشوف كم حبل عندي بالرسمة، لانه كل حبل حيكون له معادلات لحال. تالت شغلة بدي اشوف كم جسم بتحرك عندي بالسيستم كامل. طبعا ليش هذا الحكي لازم اعرفه؟ انه ليش لازم اعرف كم جسم عندي بتحرك؟
لأنه على أساسه حيكون عندي عدد الـ SA اللي أنا بدي أحطهم، أو الـ SB. يعني هون لو كانوا ثلاثة بتحركوا، المعادلة الـ total لازم تكون فيها ثلاثة S، يعني مثلا SA SB SC. فهذا الإشي كتير ضروري إنه أكون عارفة. طيب هلأ نيجي على الـ examples. بحكي لي عندي هذا السيستم وأعطاني VB وإنها تتحرك لفوق، هدول زي عجلات تتحرك لفوق وسرعتها 6 متر بير سكند، بده سرعة الـ A. طيب هلأ الخطوات هاي أنا حطيت لكم إياهم. أول إشي بدي أحط الريفرنس، تاني إشي بدي أشوف كم حبل عندي، ثالث إشي بدي أشوف كم moving particles موجود بالسيستم. هلأ هاي النقطة كتير كتير مهمة، في سؤال بالأسئلة المراجعة الفيديو الجاي رح يوضح لي ليش هاي النقطة مهمة. أوكي طيب هلأ أول إشي حطيت الريفرنس. الريفرنس باخده من مركز البكرات. ليش ما أخدته من هون؟ هلأ لو أخدته من هون عادي ما رح تفرق معي. ليش؟ لأنه هذا الطول اللي هون constant، أو هذا الطول هون الحبل هذا constant. فلو حطيتهم بالمعادلة لما أجي أشتق هيعطيني zeros. فأنا باخد الريفرنس من مركز البكرات لأنه اللي فوقها already مهمل، فخلص يعني بختصر على حالي بيكون أسهل على الحل. تاني إشي اجينا بدنا حطينا فرضنا الـ SA لتحت لهون زي ما انتو شايفين، الـ SB برضو نفس المبدأ، لوين؟ لمركز البكرة اللي موجود فيها الـ SB. هلأ هذا اللي بالأخضر هذا constant length، وهذا نفس الإشي constant length، يعني هاي الجهة مستحيل تطلع أكتر من هاي الجهة، فعشان هيك هو ثابت. فما في مشكلة لو أنا أخذت الـ SB بس لعند مركز هاي البكرة. طيب هلأ أنا مدام كتبت المعادلة صح خلص كل إشي تاني بيطلع معي. هلأ المعادلة هي عبارة عن SA زائد 3SB. ليش 3SB؟ لاحظ هون هاي أنا لونت لكم بالأصفر الطول اللي بدنا إياه، اللي هو هاد 1 2 3، هدول 3SB زائد SA equals 0. لما إجيت أشتق طلع معي VA زائد 3VB بتساوي 0. هلأ أنا عندي البوزيتيف فرضته لتحت، فلما أجي أعوض الـ VB بدي أعوضها -6. هلأ هاي الشغلات هي اللي بتخربط بالحل، اللي هي الإشارة، يعني في ناس خلص بيجي بعوض 6 غلط، لأنه أنا هون عندي الريفرنس فرضته إنه هو بتحرك سيستم كامل لتحت البوزيتيف، هاي طالعة لفوق بدي أحطها -6. هيك طلعنا الـ VA طلعت 18، وبما إنها بوزيتيف معناته لتحت. اوكي طيب هلا يعني هذا مثال سهل بسيط. نيجي على الاكزامبل اللي بعده. عندي هذا السيستم بده برضه نفس الاشي، بده سرعه A معطيني سرعه B. طيب هلا اول خطوه اني بدي احط الريفرنس. حطيت الريفرنس زي ما حكينا عند مركز البكره. ثاني خطوه انه بدي اشوف كم حبل عندي. هون عندي حبلين، هاي لاحظوا هذا 1 وهذا 2. اوكي طيب قدي عدد الموفينج بارتيكلز عندي؟ هم 3. ليش 3؟ عندي الـ A وعندي الـ B وعندي الـ C كمان بكرة بس مش مثبتة، يعني عادي بتطلع بتنزل. طبعا هذا لو انا ما كنت محددة انه عندي 3 اشياء عم تتحرك حتطلع المعادلات غلط، حيطلع معي اشي ناقص، يعني ما حقدر اني اكمل السؤال. اوكي طيب هلأ بعد ما حطينا الريفرنس، هاي حكيت لكم الاخضر هو هم عبارة عن constant length، هذا كله constant. هلأ اللي بدي إياه اللي هو بالأصفر، هدول هدول هدول. طيب هلأ إحنا حكينا عندي حبلين، فلو إجيت للأول اللي هو هذا، هذا عبارة عن SA زائد 2SC، هايهم 2، هذا يساوي L1. لو اشتقيتها 0 بتساوي VA زائد 2VC. طيب نيجي على ال L2 الثاني. الثاني هو عبارة عن SB، اوكي اللي هو هذا كامل زائد هاد، هاد عبارة عن SB ناقص الـ SC. اوكي طب ليش ما حطيت الدي؟ الدي لانها اصلا ما بتتحرك، تمام؟ لو حطيتها حيصير عندي مجهول زيادة بالمسألة، ما رح اعرف احلها. هاد اولا. ثانيا هي تعتبر ما انها هي ماسكة مع البي، تعتبر يعني سرعتها من سرعة البي، فأنا لو فرضتها واحدة زيادة حيزيد عندي المعادلات هون، حيزيد عندي مجهول كمان، مجهول اللي هو SD، هو ما إله داعي إني أزيده، ما رح أعرف أحل.
أنا بس بشوف أو بفرض الأشياء اللي بتتحرك، فهون أنا عندي ال B وال A وال C، هدول بقدر أعتبرهم جسم واحد، حيطلعوا مع بعض أو ينزلوا مع بعض، فإلهم نفس السرعة نفس المسافة إلى آخره، وهذا هون constant كمان، عشان هيك أنا ما أخذت ال S B للآخر، حكينا بناخذ لمركز البكرات. طيب هاي المعادلة الثانية هي S B زائد S B minus S C، لما أجي أشتق عندي تنتين S B فبتصير 2 V B ناقص VC equals 0. طيب هلأ من المعادلة الثانية لو أجي أعوض مكان ال VB برضو بعوض ماينس 6، VC بتساوي 2 في ماينس 6. ليش ماينس 6؟ لأنه هو الجسم طالع لفوق وأنا فرضي لتحت البوزيتيف، حيساوي ناقص 12، بحكي لي النيجاتيف معناها أنه رح يطلع لفوق. طيب من الإكويجن الأولى لأنه هو أصلا طالب VA، بس ال VA معادلتها انه فيها في سي، فانا اضطريت اني اطلع سرعة السي، بعد ما طلعتها برجع بعوضها بالمعادلة نفس ما هي، فبتصير عندي في اي زائد 2 مضروبة في ماينس 12، تطلع عندي الفي اي 24، بما انها بوزيتيف معناته رح تنزل لتحت، يعني لو طلعت على الجسم هون الاي حتنزل والبي رح تطلع لفوق والسي كمان رح تطلع لفوق لانها ماينس. طيب هلا عندي شغلة تانية بموضوع الرفرنس، انه اذا كان عندي اتجاهات مختلفة او كان الرفرنس في مثلا سيستم عن يمينه وسيستم عن شماله، ايش بدي اعمل؟ بدي افرض بوزيتيف ونيجاتيف. هلا هون اللي كنا ناخدهم هدول جايين هيك انه عمودي، فكان انه الحركة خلص بس تحت الرفرنس، فانا كنت افرض لتحت بوزيتيف، هون كمان نفس الاشي. هلا هون خلص ضمنيا انه في اي اشي فوق حيكون نيجاتيف، بس انا ما عندي فوق، هون نفس الاشي. بس لو كان شكل السيستم زي هيك وانا حطيت الريفرنس هون زي ما انتو شايفين، حيكون عندي نيجاتيف، سوري حيكون عندي بوزيتيف ونيجاتيف. تمام. هلا بحكي لي انه الاي بتتحرك 3 يونتس، يعني 3 متر بير سكند عادي، وايش طالب؟ طالب سرعة بي. هلا هاي ريلاتيف موشن، يعني طالب سرعة A بالنسبة ل B وسرعة B بالنسبة ل A. اوكي هلأ لو اجيت هون على الريفرنس هذا اللي عندي، هاي كونستانت وهاي كونستانت، هاي اشي ماسك بال B، اما الحبل اللي عم يتحرك فعليا هيو اللي بالاصفر، فحيكون عندي SA SB. اوكي هلأ ال SA هيها وال SB واحدة تنتين، وهدول برضو بنحسبه مع ال SA، يعني 3 SA. طيب هلا رح تسألوا حالكم سؤال انه كيف هاي اخذناها قد هاي، انه ليش 3 SA مع انه هدول مبينين اقصر منها. هلا لو اجينا فرضنا، يعني هلا لو فرضنا انه هون مثلا حطينا هذا H او L او اي شيء، هذا constant، يعني لو حكينا انه SA ناقص هذا اللي هون حيعطيني اللي هون، بس already اللي هون constant، فلما اشتق حيطلع زيرو. يعني انا لو حطيت انه لو فرضت هذا له طول معين وحكيت انه انا بدي ال SA ناقص هذا الطول بيعطيني هذا الطول اللي هون، لما اجي اشتق هذا الفرض اللي فرضته حيعطيني صفر، فوجوده وعدمه واحد، لهيك صار عندي ال L تساوي 3 SA، هون في ماينس لانه هون عندي SA بوزيتيف هون نيجاتيف، هون في ماينس، سوري ضايعة، ماينس 2 اس بي، لما اجي اشتق بالنسبة لتي ال 0 3 في اي ناقص 2 في بي. هلا باجي بدي اعوض ال في اي، بعوض مكانها 3، اوكي زي ما هو معطيني انها هي 3، بما انه انا فرضت لليمين بوزيتيف فهي تتعوض زي ما هي 3، ناقص 2 في بي، في بي بتطلع 4.5 وبرضه بتطلع ايش؟ بوزيتيف، يعني حتتحرك لليمين. هلا relative motion لما يحكي لي انه بده سرعة جسم بالنسبة للتاني، باخذ نفس الترتيب، يعني مثلا في بي بالنسبة ل A، يعني هي عبارة عن في بي ماينس في A، بس بعوض بالارقام. هون نفس الاشي، في A بالنسبة ل B حيطلع نفس الرقم اللي هو 1.5، بس عكس الاشارة. طيب لو اجينا لهذا الاكزامبل، هلا هذا الاكزامبل بحكي لي انه هون انا عندي موتور،
وهون في بوينت بي على هذا الحبل، سرعتها 4 متر بير سكند بالنسبة لحركة الموتور يعني. وإيش طالب؟ سرعة كار A، بده سرعة ال A. طيب بس هون بدي أعلق على شغلة، إنه إحنا أول إشي لما حكينا شروط حل هاي المسألة إنه يكون عندي ريفرنس، وهذا الريفرنس لازم يكون حكينا عمودي، ما يكون عندي أكثر من ريفرنس بالرسمة. هلأ بالنسبة إنه يكون عمودي، زي ما أنتوا شايفين هاي الحركة بهذا الاتجاه، فأنا حطيت الريفرنس هيك، بقدر أحطه كيف ما بدي عادي، بس أنا بختار دائما شو الإشي الأسهل لحل السؤال. فأنا أخذت الريفرنس هون ومن مركز البكرة، زي ما أنتوا شايفين عمودي على الحركة. طيب تاني شغلة بدي أشوف كم كيبل عندي. هلأ واضح إنه كيبل واحد هي ملفوف هيك بهاي الطريقة. تاني شغلة بدي أشوف كم جسم بتحرك، كم جسم بتحرك. هلأ هاي البوينت بي بتتحرك لأنه الموتور هذا بلف، سواء بلف لليمين بسحبه هيك، أو بلف عكس عقارب الساعة وبسحبه هيك لبرا. فأنا عندي البوينت بي بتتحرك وعندي الكارت A بتتحرك، فباجي أنا بفرض لازم يكون عندي، هلأ بما إنه عرفت إنه في جزئين بتحركوا عندي في المسألة، فلازم يكون عندي ال L يعني معادلتها فيها 2S، هون عندي S لل A و S لل P. طيب هاي الرفرنس هون SP ولهون SA، هاي زي ما انتم شايفين لمركز البكرة، حكينا لأنه هدول كلهم عبارة عن constant، فحيصير عندي هاي SA هون 1 2 3، ونفس فكرة اللي فوق إنه هذا هيو كامل أطول من الحبلين اللي هون، مع هيك أخذته SA لأنه زي ما قلت لكم هدول constant، فلو حكيت SA minus الكونستنت اللي هون لما أجي أشتق حيعطيني صفر، فنفس المبدأ. فصار عندي 3 SA زائد ال SA اللي هو هذا الطول كامل ناقص ال SP، هذا كلياته يساوي طول L. لما أجي أشتق أول إشي جمعت المعادلة، 4 SA minus SP بتساوي L. هلأ هون لما أشتق تطلع عندي 4 VA minus VB بتساوي 0. 4 VA ماينس، هون لاحظوا تعويض كان ماينس 4، ليش؟ لو رجعت للرسمة أنا عندي هاي الرفرنس البوزيتيف حطيته للشمال والجسم عم يتحرك لليمين، أوكي؟ فهو عكس فرضي، فعشان هيك عوضته سالب 4، تطلع عندي الـ VA تساوي ماينس 1 اللي هي عبارة عن 1 بس باتجاه اليمين هيك لفوق، يعني عكس الرفرنس اللي أنا فرضته، يعني هاد الجسم A أنا فرضت إنه حينزل هيك طلع ماينس، يعني رح يطلع بهذا الاتجاه. طيب هلأ بس أحكي لكم شغلة، بالأسئلة اللي بيكون فيها موتور دائما بعتبر إنه في، يعني لو ما هو كان حط لي هاي البي، فأنا لازم أفرض بوينت عم تتحرك هون، يعني أصلا تخيل المسألة من غير البي ماشي، حيصير عندي اللينكث عبارة عن 1 2 3 4A، أوكي؟ حيصير L تساوي 4A، ولما أشتق حيصير عندي 0 تساوي VA. طب معقول إنه سرعة A 0؟ فهون أنا رح أكتشف إنه عندي إشي غلط. لهيك دائما الموتور يعتبر من الأجسام المتحركة بالرسمة، وأنا لازم أفرض عليه بوينت عم تتحرك، لأنه هو فعليا بيكون عم بلف يا مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، بالتالي الطول اللي هو موصول فيه بيكون عم يتحرك. فدائما وين ما شفته موتور برضه بدنا نحسبه مع الأجسام المتحركة بالسيستم، وأصلا بيكون إله سرعة وكل إشي، يعني بيكون إنه عم بلف بسرعة معينة. طيب هون حطيت لكم أشياء ممكن تخربطوا فيها لما تيجوا تحلوا أو نحط الرفرنس أو إلى آخره. هلأ مثلا لو إجيت لهذا السؤال، أوكي؟ زي ما انتوا شايفين هون عندي سيستم بكرات بس مثبت من فوق ومثبت من تحت، حطينا الرفرنس من مركز البكرات اللي فوق وحطيت انه لتحت بوزيتيف، طيب تمام كل اشي تمام. بعدين هون حطيت SA هي فرضته لهون مركز البكرة، SP هذا حبل هيك، وهون فرضت هاي C، هاي ما كانت موجودة C، انا فرضتها وحطيت هيك SC عشان احكي انه طول الحبل عبارة عن SB زائد 2SC زائد 2SA. طيب شو الغلط بسؤالي هون او شو الغلط بحلي؟ الغلط بالحل انه C هاي هي عبارة عن بكرة ثابتة، يعني هي ما بتطلع ولا بتنزل، عشان هيك قلت لكم كتير مهم نحدد الأجسام اللي عم تتحرك عندي بالسيستم عشان تطلع عندي المعادلة صح، ما يكون فيها أي مجهيل زيادة. يعني أنا هون ضفت عندي مجهول ما إله أي داعي
والمسألة ما رح تنحل معي. بالمناسبة هذا اكزامبل هلأ رح نحله، بس حبيت أورجيكم شو الغلط اللي كان ممكن إنه الواحد يغلطه يعني. طيب هلأ غلط تاني ممكن نعمله إنه ما ناخد الرفرنس هون فوق، أوكي؟ هلأ مش هون المشكلة، إنه المشكلة إنه إحنا بعد ما أخذنا الرفرنس هون ناخد SA من أوله لهون، SC من الأول لهون، هلأ SB لاحظوا من نص البكرة لعند البي، فهون غلط إنه أنا أخذ كل طول أو كل S عم بفرضها أخذها من مكان، يعني SC أوكي فرضناها من فوق، SA فرضناها من فوق، SB إجا فرض لي إياها من نص البكرة أو من بداية البكرة من هون. هذا الإشي كتير غلط، لازم أقيس المسافات كلها من الريفرنس الواحد، يعني أنا فرضت هون وصح مو غلط، يعني هدول كونستنت زي ما حكيت لكم عادي، صح لو إني فرضت هون فوق بس آخذهم كلهم من فوق، فرضت هون من عند من عند مركز البكرات هدول التنتين، باخذهم كلهم من مركز البكرات التنتين، يعني بدي التزم بالريفرنس اللي أنا بحطه. هلأ هذا السؤال اللي كان فوق، هلأ هذا السؤال عندي هذا السيستم هون فيكست هون فيكست، يعني هاي البكرة مثبتة بالأرض هدول البكرتين مثبتين فوق، حطيت الريفرنس من مركز البكرات وحكيت إنه بدي لتحت هو البوزيتيف. هلأ باجي بدي أشوف شو الأجسام المتحركة. الإشي اللي بتحرك عندي الـ A والـ B، هذا الحبل ممكن ينشد لتحت ممكن يطلع لفوق، هاي البكرة ما إلها أي دخل، يعني هاي خلص ثابتة، فهذا الطول ما بحسبه بالحل لأنه هو ثابت دايما ما رح يتغير، هدول ثابتين وهاي ثابتة، فبالتالي بتصير عندي المسألة 2SA اللي هو هي بالأصفر زائد الـ SB اللي هي المسافة اللي هون، أوكي؟ هلأ باجي بشتق 2VA زائد VB بتساوي صفر، 2VA زائد 6، هي هو بحكي لي انه سرعة البي بتنزل لتحت بمقدار 6 متر بير سكند، وانا فرضي انه لتحت موجب فبعوضها 6، طلعت عندي الاي بالسالب، السالب شو يعني؟ انا فرضي لتحت معناتها رح تطلع لفوق. هلأ حليت لكم السؤال بس انه هون هالمرة اخذت الريفرنس من الارض مش من فوق، هلأ هو اصعب شوي هاي شوفوا كيف، بس انه عادي يعني بيطلع معي نفس الحل، بس ليش اصعب؟ لانه انا هون اخذت طلعوا ما اخذت طول الحبل، اخذت المسافات بعدين بدي اقيس طول الحبل بالنسبه لهاي المسافات، يعني هي انا عندي الريفرنس وفرضت انه لفوق البوزيتيف، بعدين اجت فرضت انه هاي المسافه واي اي، يعني هذا المقدار اللي ممكن يطلع فيه او ينزل اللي هو الاي، وهاي المسافه اللي هي الواي بي، يعني البي ممكن تنزل هيك او ممكن تطلع لفوق، فهاي هي المسافه اللي حتتغير عندي. طيب هلأ شو دخل المسافات بطول الحبل؟ يعني أنا بدي معادلة تحكي لي إنه أجمع أشياء مع بعض تعطيني L، فهلأ هاي المسافة هون كلياتها H وهي ثابتة لأنه هذا سطح هون وهون الأرض وهدول خلص ثابتين، فهاي المسافة من هون لهون دائما ثابتة، أنا سميتها H، فإجيت حكيت إنه طول الحبل اللي هي عندي ملون بالأصفر، أوكي هيو شو بده يساوي؟ بده يساوي انا عندي h minus ya عشان يعطيني هذا الطول اللي هون، اوكي، وكمان هذا الطول اللي هون، فصارت عندي 2h minus ya تعطيني هدول الطولين، وهون زي ما انتم شايفين في فرق بين هذا الطول وهذا الطول، بس زي ما حكينا ما بيأثر، ليش؟ لانه هاي من هون، يعني لو تخيلنا هون هي الريفرنس، هذا اللي فوق الطول هاي النتفة الزيادة حتكون constant فعادي، فبتصير عندي 2 h minus ya اللي هما هاد وهاد زائد 2h اللي هو هاد وهاد، طبعا ال h هي مقاسة من وين؟ من هون لهون، برضو نرجع بنحكي لل ايش عن ال constants اللي هون لما بنشتقها حتصير صفر. طيب منكمل زائد ضل عندي هذا الطول اللي هون اللي هو ال h minus yb بيعطيني هذا الطول اللي هون تساوي L. طيب لما اجي اشتق ال h constant 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 حتروح من هدول الحدود الثلاثة، بتصفي عندي minus 2va minus vb بتساوي 0 minus 2va minus، هلأ الستة هون بعوضها minus لانه انا فرضت لفوق الموجب
وهي نازلة لتحت فبتتعوض سالب تساوي صفر، بتصير عندي minus 2 VA تساوي 6، ال VA بتطلع minus 3، نفس الجواب يعني. طيب هيك احنا بنكون خلصنا موضوع البكرات. هلأ ممكن على الشرح بتشوفوه سهل وبسيط، بس هو فعليا بده حل، لانه بالحل بخربط كتير، بغلب كتير، شغلة اشارات، شغلة اشوف كم جسم بتحرك عندي، لما اجي اعوض السرعة عكس الحركة ولا مع الحركة، ما احط كونستنت او ما اضيف اس زيادة من عندي، فبصير عندي مجهول زيادة بالمسألة. الاشياء الكونستنت لازم اكون عارف انها كونستنت، يعني لو اهملتها ما رح تأثر عندي بالحل، ويعني شغلات بسيطة بس انه لازم نحل عشان نتدرب عليها. هلأ الفيديو الجاي رح هيك احنا نكون خلصنا التشابتر بالمناسبة، الفيديو الجاي حيكون حل كمان اسئلة عليه يعني عشان نخلص نختمه، وبعدين نبلش بالتشابتر اللي بعده، ويعطيكم الف عافية.